الصبحية كيف كتشاهدوا بأنها صبحية كالمعتاد، عندنا تدريب عادية كيف كتلاحظوا راه كاينين ثلاثة ديال الفئات كبرى، كاينين الفئات الصغرى اللي هنايا اللي كيتجاوز العمر ديالها 8 سنين، وكاينين ديال 12 سنة، وكاينين الآخرين اللي كيوصلين حتى 16 سنة. كرة السلة في هاد الجمعية هي فرع من الفروع اللي كتنتمي للجمعية ديال النهضة، هذه مدرسة كرة السلة وكاين مدرسة كرة القدم في هذه الجمعية. بالنسبة لمدرسة كرة السلة تقريبا كينتميو ليها واحد 100 أديرون، يعني 100 مشارك من الأطفال وليدات بنات وولاد، منهم 20 من دار الأطفال ديال الوفاء، ومنهم واحد 20 ديال هاد الحي ديال الصباطي كيترينيو غراتوي ما عندهم حتى شي حاجة، والآخرين ديك تقريبا 60 كاين واحد المشاركة رمزية اللي كيحاولوا يساعدوا بها الجمعية. كنتشرف على هاد المجموعة الفتية فئة البراعم الصغار، كنعلموهم قواعد كرة السلة، كنعلموهم بزاف ديال المبادئ، وأول حاجة وقبل كل شيء كنعلموهم أن الرياضة مبادئ وأخلاق. إذن هاد الصبيحة هادي بدينا بألعاب رياضية فيها ترفيه، فيها تمارين رياضية، ووليداتنا أنتم كتشوفوهم الحمد لله بداو كيعطيو نتائج جيدة، تعلموا بزاف ديال المبادئ. السلام عليكم، سميتي أسماء، السن ديالي 15 سنة، أنا مع الجمعية ديال النهضة. عجبني الحال، كنجي السبت والحد، عجبني الحال. وأنا سميتي حفصة، عندي 13 عام، عجبني الحال في جمعية النهضة، شحال هذه وأنا فيها، ملي بدات وأنا معاها، وعجبني الحال فيها. سميتي عزوزي، في عمري 11 عام، تنلعب في جمعية النهضة. صالح مزيان و تترينا كل نهار، تعلمنا هذا النهار ندريب ليه و ناخذ كور. ايما المليح، في عمري 10 سنين، عامين وانا كنلعب الباسكت، وتعلمت بزاف من عند الاستاذ ديالنا، وكيعجبني بزاف الباسكت وكنستمتع به، ومي كنمشيو للرابع السبت والحد كنشطو وكنتعلم بزاف د الحوايج، وشكرا للاستاذ ديالي اللي كيعلمني. الحصص كيكون فيهم أنشطة مختلفة على حساب، بالنسبة لهادو الصغار كيكون عندهم لي فوندامون ديال الباسكت، بالنسبة للكبار كيكونوا ديجا يعني عندهم واحد لا باز، يعني كنحاولوا نديروا واحد نزيدوا لهم واحد لي زيكزيرسيس باش كنديفلوبيو المستوى ديالهم. حقيقة هاد النادي هذا ارتحينا له، كما تشوفوا البراعم ديال الغدا هما تيلعبوا، بما أن فاس تفتقد المرافق، بزاف المرافق، وفي الحقيقة ما كرهناش يتزادوا أندية، وبالنسبة لي أنا هذا أحسن نادي اللي حاليا اللي شفتو هنايا فاس. سميتي نسيم مهدي، كنقرا في أولى إعدادي، وحنا ضد أطفال الوفاء كنجيو نلعبوا هنايا في النهضة، في قاعة النهضة، وأنا وخوتي. تعلمنا الصباح أونتخ لي جون، وتعلمنا حركات كثيرة. درنا التدريب ديال اللي تياخدو بالسامين باش نطورو التير ديالنا، حيت عندنا واحد نقطة ضعف ديالنا، حيت حنا كاع ما تيريو مزيان. سميتي تسنيم الدسامي، في عمري 9 سنين، أنا فرحانة في هذه الجمعية، وتعلمنا هذا النهار أونتخ لي جون، وتعلمنا حركات كثيرة في هذه الجمعية.